والمتواضعين والذاكرين الله في كثير في حديث مع الحق يوم القيامة في جنة الخلد ورضوان من الله أكبر. وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة يوم القيامة. شكون الطائعين أصحاب الطاعة اللي يطيع الله ويطيع رسول الله. والطاعة كيفاش تطبق؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللي تحبوا ربي تبعوا هذه السيرة تحسين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسيرة هي هو القرآن المنزل من السماء من عند الله. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولو القرآن القرآن كل آيات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله دائما تشوف الطاعة. هذه هي لا إله إلا الله. هذه هي ربنا الله. ربنا الله هي الطاعة. وجزاك الله بالطاعة. لا إله إلا الله هي نفي وإثبات. نفس وإثبات. تقول لك هذه ما يجوز، تقول لك هذه حق وهذه باطل. هذه لا إله إلا الله. بوزيتيف ونيجاتيف. لا إله إلا الله نفي. لا نفي. وإثبات إلا الله إثبات. الألوهية لله تبارك وتعالى الواحد الأحد. وهذه لا إله إلا الله موجب النطق فقط. الآن لا إله إلا الله تكون مجسمة بالإنسان. مطبقة في حركاته وسكنته وأفعاله. لا إله إلا الله ماشي نقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونصحوا بها ونخرجوا نسولش. مردودة علينا. لا إله إلا الله اللي ما يطبقهاش في القبر ديالو وفي الفعل ديالو هذا راه خارج على الطريق. الله وطاعة الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله موش تقولها باللسان فقط. لا إله إلا الله هي الصفات. لا نفس. كل حاجة برب نهانا عليها بعد منها. هذه لا إله إلا الله. كل ما نهانا الله فهذا محال المؤمن يفعله. بعد منه. لا الغيبة النميمة الحسد الخيانة الزنا قول السوء قول هذا كل هذا الكلام يا ربي هذا في قدر الأرض في قدر السوء. لا إله إلا الله أشعر ما يكملوش. والله ما يكملوش كون السوء. لا إله إلا الله من المعنى صحيح كريم ولكن يجاز. لا إله لا هذا كلام زعيم النفس. كل ما يرضى الله وما يرضى رسول الله هذا كلام زعيم نفس. يعني تقول لا إله إلا الله كل ما يرضى الله ما يرضى الله لا شيء مطلق ما تخليش سمعك. الله أكبر. إنسان يقول لا إله إلا الله يحسبه والله لا عارف. سورة إنسان يقول لا إله إلا الله يبغى الخوف. الله أكبر. ربي قال في القرآن كما في القرآن روح لأن محمد رسول الله والذين معه كيف؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا القرآن ولا اسم هذا؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. وين وين الأيوان القرآن؟ يدرون كرسوا الصدر أجدل وفتح خلال فتح يقرأ فتح وما يعرف تطبيق الفقهات. يقول محمد رسول الله والذين معه أصحاب المعية هذه عامة لجميع النفوس الصحابة خاصة رضوا منكم. هذه المعية هذه معه كل من أمن بالله وبرسول الله فدخل في هذه المعية داخل في هذه الكلمة في هذه الآية الكريمة. والذين معه أسس السر في يده أشداء على الكفار رحماء بينهم. فاهم كيف تقرا القران؟ اقراوها 24 24 هاي تجي يطلب شي يقراها ويلوض يعاود يقراها باش يخدمته ويزيد هذا يقراها هو سبحان الله. القران يكون كيش يحب القران يسبنا يحب القران يكون حجه علينا عباد الله ردوا بالكم. القران اما يحمق اما يحرق. صفة المؤمن رحماء الرحمة. شنو خاطرنا رسول الله كيفاش كانوا خاطرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركات والغزوات اللي فاتوا. نجيب لك حكاية واحدة من الحكايات تاع الصحابة رسول الله في غزوة يرموك. كان الصحابة جاءوا الصحابة موسى والمجاح صابوا واحد ينادى للموت خلصوا عليه قالوا شو تعلم شو جابوا له غير ربي يتعلم. هو جاي يقول لك فوش ما وحده خليني نزل منك بعد دور خويا عاد وينك راه اكثر مني راه اكثر مني هذاك عاود يشرب قال له عاد وينك مشى
شغل خريجي جو شغل هذاك صباح وحده صحيح الانيسه ضعيف تقدر اقل من ربع ولادك ما كان مسؤول هذاك صابونات ولا مستري صابونات مستري صابونات هذا هو مصحف الاوبئه هذا مصحف الاحسان هذا مصحف لا اله الا الله لتبقوا لا اله الا الله تبقوا قولا وفعلا لا اله الا الله ما تنشفش شريحه كيشوف الشيخ لان القران هي لا اله الا الله يتنشف الشارع انسان فاقر يكون يتنشف خصو يكون لابس جلابه بيضاء عاليه ردوا بالكم تحلوا صافيها تجي وسخه فيها صغيره كل واحد يشوفها شوف شوف الجلابه اللي كيفاش نقطه نقطه صغيره سودة تجي في الجلابه اما اللي لابس جلابه كحله تكون تكون كلها قطران لا يبان والو فيها الفقير يكون لابس جلابه بيضاء يرد بال ولا يوسخها ولا يمرض فهمت هذيك اللي لاباس على الله راه فيه شرط الشرطي الشرطي الى واحد الفاسطه الى شوف هذيك اللي لاباس تاعو على الله انا نعطوك حل سر مش الجلابه سرك لابسه هذاك السر حاول لي عليه ولا ما تحاولش عليه راه يزلك والله ما يبقى على الله يغيروا يغيروا على السر ديالهم وما تسمعوش الطريق اللي كان يقصر كيفاش كان يقول كان يقول ما كاينش نفس الحل وقلبنا ودنا كي كنسمع باش يجينا نشتكي ونمكروا نعامل عماره فيها الخير ولكن اللي ما يمس اللي ما يطبقش يقول لي المس يمسح يمسحش يمسحش معناتها الحد زيد ياك زيد ياك هو طبق كي طبق سبحان الله هذا اللي بات تعالى الله راه سر عظيم هذه لا اله الا الله النفي والاثبات اصل هذه هذا النفي كل ان الله تبارك وتعالى عنه ما كانش العالم وبعدوا عليه واللي امرنا نجيبو على الطعام اللي امرنا به نجيبو على الطعام اما النهي ما فيه كلام الزنا اللي يزني حرام ما كان كلام ما كان ليك كذب لي يزاوب الى اخره كلام سوء الى اخره الاخر الشيء كامل فيه كلام يا عباد الله اما الحسنات والاعمال الصالحه الانسان يعمل على حسب الوزن حسب الوزن ماشي فرض ولا ليس منه ولكن هو في شيء صدق هذه هي لا اله الا الله قالوا رب الله اي لا اله الا الله ويطبقوا هذه لا اله الا الله هذه لا اله الا الله هذه هي سيدنا رسول الله قال لو وضعت سبع سماوات وسبع ارض في كفه ولا اله الا الله في كفه ما رجعت لا اله الا الله ولكن ماشي لا اله الا الله تاع كلام لا تعلم يقولون ما لا تعلم يحسبوا لي منافقين كذب على ربي الله اكبر ربي يقول القران عليه الصلاه والسلام نقرا احنا نتكلموا الا في صورتنا عفو احنا نكررها والولد ديالنا يقول ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم يا بايعتنا رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله بايعنا الله انه واحد لا شريك له وبايعنا ربنا رسول الله هو الرسول الامين وخاتم الانبياء والمرسلين انت كتبايع هذا الرسول الكريم كانك بايعت الله ويد الله فوق ايديك وزير قال فمن نكثت انما ينكت على نفسه واللي خالف واللي بيت تلقى منه ومنه راه يجيب عيب راسه الله تبارك وتعالى غني على العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم غني علينا واهل الله غني علينا ردوا بالكم قال الله غني علينا كان بكري الواحد يذبح باش يوصل على البركه باش يعدي على البركه ويجيب الخير من الفك خير من كل جهه طايح من كل جهه طايح ولكن مش حنا الشعر مش نطبقوا مش نطبقوا الله نعم قد كلم الله تبارك وتعالى حتى ذكرين الله الله صاب يوريناش ما نجيبوش نفرطو ولكن خاص الأنانية أنا تكلخي من مفهوم نفس من مفهوم شكون اللي مصح تروح الموصل بل هي سيدي كمان تروح الموصل ماذا مكتقل ماذا مكتقل موصلش واحد يحس شمي عاد جاته بعدها ولا رب صفي الله يا ربي حد براسه ولا وصل الرب أنا ماشي كفرة رب حد براسه ولا رب الشيء يا حا يا حا الله أكبر هذه لا إله إلا الله فيها أسرار يا عباد الله ما دام الإنسان يتأدب مع لا إله إلا الله ويتأدب مع السر فأنا الملائكة تغفر له وتسبح له والله تبارك وتعالى يباهي به الملائكة ويباهي به العزيز السماوات انظروا إلى عبدي كيف يصلي وكيف
قوته فيمجدني ويوجدني الى اخره الى اخره. هذه لا اله الا الله، هذه رسول الله، رسول الله. هي الانسان لا اله الا الله ان تطبقها يا اخوتنا، ان تطبقوا لا اله الا الله باش تبقى بما امرنا الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله في الحانوت، لا اله الا الله في المدرسه، لا اله الا الله في المخزن، لا اله الا الله في العمل، في الفلاحه، في اي مكان. في مالك شاهد الله، ما تكذبش، ما تخونش، ما ترشيش، ما تعملش، ما تكيش تعمل شي حاجه شاهد ربي راه يراقب فيك. احنا ما نحتاجش حتى واحد يراقبنا، ربي هو اللي يراقبنا. هذا هو المؤمن، هو ذو الزكاة الله، هذا صاحب لا اله الا الله. لا اله الا الله في اي مكان. في المدرسه الله معك، في الدار الله معك، في الغابه الله معك، في المحمل الله معك، في الوزاره الله معك، في الفلاحه الله معك، في اي مكان انت ما تشاهدش المدير ديالك ولا المعلم نتاعك ولا المتعلم ديالك. شاهد ربي راه يراقبك. حينئذ تشاهد ربي راك ما تخرج وما تمشيش وما تكتبش وتعاون، لا في المدارس تاع حق التعليم ولا في الفلاح تاعك الفلاحه ولا في المكتبه تاعك، كل شيء. علاش؟ لان راك تشاهد ربي يشاهدك وهو معك اينما كنت. ربي راه بعيد علينا الى نظنوا بلي ربي ما شفناش، ولا نظنوا بلي ربي راقب ونكتبوا، جعلنا الله تبارك هو اهل الناس. هذا كفر، هذا يا عباد الله، الفرد يا عباد الله.